المهتمين ونحن على ذلك من الشاهدين يقيم رابطة المحامين الإسلاميين هذا المؤتمر بالاشتراك مع لجنة الحريات بنقابة المحامين ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين. يتحدث إلينا الآن الأستاذ محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، والذي وصفه ربنا بأنه على خلق عظيم. اليوم الخميس 14/7 أول مؤتمر تعقده نقابة المحامين بلجانها الثلاث لجانها: لجنة حقوق الإنسان التي يشرف عليها زميلي العزيز الأستاذ ممدوح إسماعيل، ولجنة الحريات التي أشرف رئاستها، والرابطة الإسلامية. هذا المؤتمر أقول أنه يعقد كأول مؤتمر، سوف يتلوه مؤتمرات وندوات لغرض واحد ووحيد، هو مساندة قامة إسلامية كبيرة، هو الدكتور عمر عبد الرحمن الذي زج به دون ذنب في سجون الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما تصفحت سيرة هذا الرجل وجدت أنه يكبرني بسنتين، هو من مواليد 38، وحصل على الدكتوراه وكان موضوعها، وأنتم أعلم مني بالتأكيد بسيرته لكن لمن لا يعلم، كان عنوانها موقف القرآن من خصومه طبقا لما تصوره سورة التوبة. هذا الرجل ناضل وكافح في مصر منذ أن تخرج من كلية أصول الدين، وكانت كل خطبه في مساجد الفيوم وغيرها من المساجد التي ألقى خطبه فيها كانت مفار انتقاد للسلطة، كانت مفار انتقاد من السلطة، لأنه كان ينتقد السلطة، كان ينتقد السلطة التي كان ينتقدها كل التيارات السياسية وكل الطوائف، لكن كل منا كان ينتقدها بطريقته. لكن المؤلم في حياة الدكتور عمر هو أن النظام السابق، كما سمعت من صديقي الأستاذ عمر موسى وكنت أعلم ببعض هذه التفاصيل، حاضر يا أستاذ ممدوح، الأستاذ قمر موسى، أستاذ ممدوح هيعلق على كل حاجة معاك. فكما علمت أن النظام السابق هو الذي سلمه بطريقة أو بأخرى إلى سجون الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر ليس بغريب على نظام استبد بشعبه، أفسد كل شيء في مصر وانتهى فساده بأن شارك في قتل هؤلاء الثوار الذين تظاهروا اليوم 25 يناير المجيد. ما هو المطلوب باختصار شديد؟ ما هو المطلوب من مثل هذه المؤتمرات؟ المطلوب هو الضغط على المسؤولين عن إدارة البلاد، سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة أو وزارة الخارجية، لكي
تسلم للشعب المصري ابنها البارح الدكتور عمر عبد الرحمن، لأنهم يعلمون جيدا والبعض أو بالكثرة كانت شريكة للنظام السابق، هم يعلمون أن النظام السابق قد سلم هذه القامة إلى الولايات المتحدة. والغريب أنني عندما قرأت التهم الموجهة لهذا الرجل العظيم، منها تهمة التآمر على قلب نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصوروا بقى أن هذه التهمة أعجبتني جدا، أن قام بمثل الدكتور عمر عبد الرحمن يقلب نظام الحكم في بلد يعتقد أنه يملك أكبر عتاد عسكري على مستوى العالم وأكبر جهاز مخابرات. فتصوروا هذا الكذب وهذا التلفيق، أن يكون الدكتور عمر عبد الرحمن متآمرا على هذا النظام العجيب. أيضا ومن المحزن أن يعاقب الدكتور عمر عبد الرحمن في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية عن تهمة الشروع في اغتيال حسني مبارك المخلوق، وأنا مش عارف إزاي إذا كان هذا صحيحا ما طالعته من سيرة الرجل على شبكة النت صحيح، كيف تجرأت الولايات المتحدة على أن تحاكم رجلا على فرض صحة الجريمة. الجريمة وقعت في جمهورية مصر العربية، والأصل أن محاكمته تكون أمام محاكم جمهورية مصر العربية. كيف قبل النظام السابق أن يحاكم مصريا أمام محاكم الولايات المتحدة عن تهمة إن صحت قد ارتكبها في جمهورية مصر العربية؟ أمر مشير لهذا النظام